الفنانة نادين الراسي، مرحب فيك بالإمارات، دايما بتنورينا أنت، لك زيارات دايمة لعنا لهون. هلأ صرت مقيمة وأخذت التذكرة وإن شاء الله حتشوفوني كتير بدبي. والله ألف مبروك. فجأة أنا أفتخر بلبنانيتي وأنا متعصبة للبنانيتي، بس لأول مرة كنت بتخيل بأنه أولادي كلهم ولدوا بلبنان، كنت أرفض روح ولد بأي بلد تاني. إنما لما حملت الهوية الإماراتية ما بعرف ليه حسيت بأمان، لأنه أكيد هذا الشكل بيكون للشيخ محمد وللشيخ خليفة، لأنه مأمنين للشعب وللإماراتيين وللناس اللي عايشين هون واللي عم يشتغلوا والمغتربين، مأمنين لهم حياة راقية، جو نظيف، بلد حلو، opportunities للشغل، وبنفس الوقت الأمان، والأمان يلي نحن للأسف بحاجة له. طيب أنت كمان أنت الوجه الإعلاني للأستاتيكا، يمكن هيدي احدى الاسباب اللي اكثر شيء حفزتك على هذا الموضوع؟ طبعا اكيد، لان اللي حببني اكثر بدبي اني صرت اجي واقعد فترات طويله، اكتشفت دبي اكثر، اكتشفت قصص عن العائله، عن عائله الشيخ محمد والخليفه، اكتشفت كيف بيتعاملوا مع الشعب، اكتشفت قد ايه في نظام وبنفس الوقت فينا نعيش مرتاحين ومبسوطين مش مقيدين. بقى لا استاتيكا كلينيك، انا اول ما جيت كايماج دو مارك، جيت وجه اذا بدك معروفه تنفتتح لاستاتيكا كلينيك. انما اليوم جمانه صاحبه الاستاتيكا كلينيك صارت اخت واعز من اخت، ولا استاتيكا صار من الشغل يلي هو انا جزء منه وهو جزء مني. طيب هل يعني قعدتك هون بالامارات او بدبي حتاثر على شغلك بمجال التمثيل؟ لا ابدا، لانه انت بتعرف علي نحن بنحضر لشهر رمضان المبارك بشهر 2، دونك بياخذ معي 3 شهور تصوير، بخلص تصويري وبقيت ما تبقى انا بكون ما عندي شيء اعمله، يعني بكون بعمل اعلانات دعايات بقى، وسهل كثير اني اجي على دبي وانزل. اولادي رح يبقوا ببيروت بالوقت الحاضر بمدرستهم، بقى فينا نجي بالاوقات الفرص في يكون متواجده هون، لانه حسيت حالي مرتاحه، حسيت حالي ببلدي، يعني مش حاسه حالي متغربه او مسافره، بقى لقيت هذا البلد المناسب لإلي ولعائلتي، ولا بعدين اذا لا سمح الله الامور ما كانت منيحه بلاقي انه انا بقدر اعيش هون مرتاحه ومبسوطه ومامنه حالي ومستقبلي وأولادي. طيب هلا نحن بفترة شهر رمضان، كمان شهر التسامح والمحبة، وجاي أنت على دبي بهذا الوقت، كيف عم تعيشي هذه الأجواء؟ أول شيء صرت أعرف شيش بكل افطارات، اكيد عم شارك بالافطارات، عم شارك بالسحور مثل ما انك شايف. نحن دائما وانت بتعرف بلبنان رمضان فعلا بيجمعنا، وانا بقول لهم نعمه الاسلام بحسها بس بهالشهر الفضيل. بقى ربنا، يمكن انا انسانه مسيحيه، انما نعمه الاسلام انا بهذا الشهر بحسها، وانا انسانه كثير بامن بالشيء اللي بحسه مش اللي بتعلمه. بقى انا مسلمه ومسيحيه، وبس يكون عندي افطار يعني مسيحيه ومسلمه بقى ايه فعلا، وانا دائما بقولها بقى عم بتشارك اكزاكتلي. ونحن لبنانيين انت بتعرف ان نحن معودين على الشراكه، بقى كتر خير الله قادر احس بهذا الشهر الفضيل، قادر احس بنعمه الاسلام بهذا الشهر، شو هو الاسلام، وكل العالم لازم يعرف انه هذا هي الاسلام، مش الصوره اللي عم بيحاولوا يفرجوها للاسلام ويشوهوه. بقى انا جدا سعيده بوجودي هون، وقلت لك كنت قبل ضيفه صرت اليوم مقيمه، كنت جايه كإيماج دو مارك للأستاتيكا كلينيك، صار في عندي أخت وصرت شريكة بقى، وإن شاء الله حيكون في بعض قصص كتير حتكون هون بدبي. يعني كمان أنت عم تحكي عن قصة الدين، التسامح، الدين الإسلام، وهون بدبي طبعا في يعني في يمكن شي 100 طائفة او اعراق عديدة متعايشين أحلى عيشة، لأنه في الأب موجود، الأب موجود واللي هو الشيخ يعني موجود، عارف يعطي قوانين صح للبلد، عارف يخليهم يعيشوا كلهم مرتاحين، عارف كيف يعيشهم الإسلام مثل ما لازم والمسيحية وغيرهم، عارف يعني أنت هون يا علي وبتعرف إنه يا ريت عنا من هالشخص بلبنان، يا ريت. جربتي تصومي شي مرة؟ أكيد، بس يكون عندي إفطار بصوم، أقسم بالله بصوم كل النهار بصوم.
ما بتاكلي؟ ما باكل، ما بشرب، مرات بغلط بولع سيجاره برجع بطفيها، لا لانه بنسى. بس في شيء اهم من هيك اللي احنا تعلمناه من شهر رمضان ومن الاسلام، هو انك تزكي، انك تهتم بخيك، انك يعني بالايتام، يعني كثر خير الله عم بحاول قد ما فيي واكثر اني شارك. اليوم مثلا طبعا حكومه دبي وشيخ محمد وشيخ الخليفه يعني عاملين انه هي سنه التسامح، وهو يعني يوم شو المحبه، بعتقد يوم الخير، يوم المحبه، سنه السلام. بقى اليوم كمان كنت مع اطفال، طفلين ايتام من الامارات، فطرت انا وياهم ولعبنا انا وياهم ومزحنا انا وياهم. فعلا كان شيء كثير مؤثر، وقلت لهم من كل قلبي، قلت لهم انتم بيكم مش موجود، واستذكرت بي قالوا 4 سنين متوفي، قلت لها بس ممكن كثير نحن ببلاد تكون في امنا وبينا موجودين ونحن ايتام، لانه اهم شيء انك انت عندك بلد تنتمي له، وبيك هو هيدا البلد، بقى انت بامان، انت منك يتيمه. نحن بسوريا وبغير بلدان عم يكونوا ام وبي واطفال وعم يندبحوا ومنهم بامان، الامان هو البي والمستقبل هو البي. قلت لها انت بيك موجود، انت مش يتيمه، وهذا اللي اكتشفته فعلا بهذا البلد. هلا انت حتكوني شريكه انت بلاستاتيك مع مدام جمانه خوري؟ صحيح، جمانة بلشنا نفضح الشراكة هلا. بلشنا نفضح الشراكة. ليك بالنهاية القلب هو أصدق شيء. الشغل بيروح وبيجي، الاوبورتونيتيز بتروح وبتجي، بس انك تتلاقى بالشخص اللي انت تتناسق معه قلبيا وفكريا وتحس انه هالقد انسان شفاف، هذا شيء كثير صعب انك تلاقيه. بقى الباقي بصير كله تنوي. بقى الاستيتيكا هي من المشاريع اللي من اولوياتي، والحمد لله كل الستات عم بيجوا على الاستيتيكا وعم بيشوفوا الخدمه كيف بتكون، عم بيشوفوا الماشينات اللي عم تكون موجوده، عم بيشوفوا نتيجه فظيعه يلي هي اليوم عم في مثل ماشين يلي هي بتبرد كل شيء اسمه سلوليت، بنفرزه اذا بدك وبيتكسر، عم بتكون نتيجه جدا سريعه. عم بيكون في عمليات من دون جراحات، يعني في عندك ماشينات مكنات بتخلي السيده مثل كانها خضعت لعمليه جراحه، انما هي ما خضعت ولا لاي عمليه واخذت نفس النتيجه. بقى انا اذا شيء ما بامن فيه ما بحكي عنه، اذا شيء ما بوثق فيه ما بحكي عنه، لانه في ربنا بالنهايه لازم شيء يكون انا واثقه منه. بقى من بعد ما وثقت شو البرودكت اللي موجود، وثقت بالحكم اللي موجودين بالاستيتيكا، وثقت بالمكنات اللي عم تجي وقديش هي فعاله وقديش هي بروفيشنال، وقديش كمان جمانه انسانه طيبة وقريبة من الناس، منا مش اخدتها لليوم بس لنطلع مصاري مثل ما البعض عم بيستعملوا كل شيء له علاقة بالتجميل لاستمالة الناس لألون وسرق المصاري والتشويه. هذا الشيء بإذن الله والحمد لله ما بيصير بالأستاتيكا، لأنه كل الماشينات الموجودة more than perfect. طيب خلينا ندخل شوي هلأ ورد جوري عامل ضجة حلوة. مش حيالله وردة جوري. ورد جوري ترند ليوم الرابع، هذا شيء بالدراما بتخيل مستحيل. بتخيل عندك عم نكون نحن حتى على التلفزيون بالإبسوس ريتينج، كمان الريتينج عم بيكون جدا عالي 14، غير مسلسلات عم بيكونوا 4 و5 و8، وهن في مسلسلات عربية إذا بدك مشتركة. بقى مسلسل لبناني مثل ورد جوري يعمل هاشتاج وترند ب 22,222,000 مشاهد، واسم نادين راسي 4 مليون، بعمل لبناني بحت من مخرج من منتج جمال سنان ايجل فيلمز، المخرج سمير حبشي، كلوديا مرشيان كاتبه، نادين الراسي الممثله، رولا حمادي، عمار شلق، رودريك باسيل، يعني هذا شيء فظيع صراحه. ونحن مش عم حطه عربيه، نحن على ال بي سي، ومن ال بي سي يعني اكيد في روتانا وفي، بس انه هيدا عمل اثبت انه العمل اللبناني بيوصل، وفعلا وصل. بقى بتمنى انه شوف حالي برمضان الجاي على شاشات عربية كبيرة، لأنه كمان نحن صرنا إضافة للدراما. طب هل يعني بتحسي هلأ مثلا في محطات معينة يعني هي ماكل الجو من محطات تانية، هل بتحسي هذا بيأثر شيء على العمل؟ ما أثر أبدا، لأنه نحن أكلنا الجو. يعني عم تحكي الجزائر، تونس، الأردن، المغرب، لبنان، سوريا، ترند نمبر 1. يعني عندك هاشتاج، انت يعني كلنا بنعرف نحن السوشيال ميديا اليوم هي، يعني بعد شوي رح نبطل في تلفزيون بصير كله على السوشيال ميديا. بقى اليوم لما بلاقي انا رامز تحت الارض يلي هو مكسر الارض،
أنا سبقته بالترند بنبسط أنه بفرح أكيد. باب الحارة وغيرهم من مسلسلات عربية ضخمة على محطات جدا ضخمة أنا سبقتهم، مش أنا ورد جوري، أنه خلوني أفرح. إيه أنا فرحانة بقى، لا ما في شيء بيأثر بقى، بالعكس أنا اليوم بدي تجانس، يعني بدي اليوم إن كان أم بي سي ولا أي محطة عربية يكون عندها إيمان بالعمل اللبناني. وأنا عم بقلهم نحن ما عم بقلكم عرضوا لي مسلسل لساعدوني، لا مسلسل ينعرض لأنه نحن منكمل بعض، ولأنه بتخيل إذا بتشوفوا الريتينج وبتشوفوا الهاشتاج لوين واصل وتشوفوا الترند بتلاقوا أنه هيدا عمل، يعني الدراما اللبنانية قلنا من سنتين صارت على السكة، اليوم نقول صابت الهدف. حلو، كل التوفيق. هل كنتي غير ورجوري هل شاركتي بأعمال تانية؟ على أنت يمكن تحبي أنه تكوني بعمل واحد؟ لك صراحة أنا شاركت من فترة بكم عمل عربي والحمد لله، يعني كان عندهم وزن، إن كان سنعود بعد قليل وإن كان ولادة من الخاصرة وإن كان الأخوة وإن كان خرم إبرة كانوا حلوين. إنما اليوم أنا خلص حددت إذا بدك الأشياء اللي بدي إياها، يعني اليوم أنا بورد جوري من بعد ما شاركت بتسقيط قرار 522 بقانون العقوبات اللبناني يلي هو من محترق من أيام الانتداب العثماني إلى الفرنسي إلى اليوم، وكله ملتهي بده يروح ينتخب، قبل ما تنتخب غير الأحكام اللي أنت واقع تحت منها، صار في موبايل اليوم. دونك من بعد ما سقط هيدا اللي هو قانون اللي بنص انه المغتصب في يتزوج المغتصبه ما بيعودوا يعاقبوه، في حال طلقها بيعاقبوه الجرم انوجد بقى. هيدا الحمد لله انا شاركت بتسقيطه فعلا باربع ساعات كان ساقط، انعمل اجتماع مجلس لجان للمره الرابعه، عرفت انه في اجتماع مجلس لجان، صار في تدخل مني على الهواء وبكل صراحه. ثاني يوم مجلس النواب نطر اجتماع مجلس لجان، طلعت الموافقه وانمضى ونكب زباله. بقى اليوم انا عارف الهدف اللي بدي اياه، هو رساله اجتماعيه. اليوم كانت تخص المراه قبل، وانت بتعرف أكتر الناس علي قدي أنا المسلسلات اللي بشتغلها إلها علاقة بالمرأة وحقوق المرأة والمجتمع ككل. اليوم عنا كمان المساجين، عنا بقانون العقوبات اللبناني عنا 542، عنا كذا قانون مفروض يرجع يكون في نظرة لقلون لأنه صرنا بغير عصر، يعني بدون تعديل وفي أشياء بدها نسف من أولها. مش غلط أن نسلط علينا الضوء بشكل درامي اجتماعي حقيقي، وما في اجدر من كلوديا مارشليان تكتب هذا الشيء ولا انه سمير حبشي يخرج هذا الشيء، وانا الكل بيعرف انه انا فعلا بعطي من قلبي ودمي وروحي، يعني اصبعي لليوم بعده مشوه، شطبت حالي بالشفره وقت اختي اختصبت وسقيت الورده بالدمات تبعي، لانه مش بس هي اللي اختصبت، امي وبيي وانا وكرامتي كلنا اختصبنا. بقى هيدي جريمه من جرائم ممكن تحصل، وحتى الناس اللي بتكون بالحبس لانها بلحظه تخلي ولحظه ضعف قوصت او قتلت بتطلع من الحبس لا عندها لا قدرة تشتغل ولا حدا بيشغلها بيقولوا عنه مجرم، انما المجرمين الحقيقيين هن برات الحبس اذكى من انهم يتورطوا وينكبوا بالحبس. بقى في كثير نحن ظلم، في قصص كثير نحن يعني فيها ظلم. اي مسلسل بيعالج هيدي المواضيع، اي قضيه انا مستعده حتى اكتفي وامشي فيها. وطبعا فيها عم ندرس بعض القوانين لنشوف الخطوة الجاية حتكون عن شو. طيب عصيرة المعالب كنا عم نحكي قبل شوية عن قصة رامز وهيك، هل تعرضتي لهيك شي موقف انت؟ زمطت من سنة الماضي، زمطت السنة ما رديت على تليفوني أبدا، سنة الماضي زمطت كنت رح أطلع بالطيارة مع رامز. صعب رامز كتير وما بنصحه honestly، انتو بتعرفوا ما بنصحه، وهي جاء لبنان ما يجرب حبيبي، بيعمل مقالب ويعملها برا، اوعى بلبنان، لا اوعى، لا عنش كرماله، اوعى يغلط هيك غلطة مصيبة. لا اوعى معي، لا ان شاء الله لا ما رح اوعى. بخصوص رامز يعني شو رأيك بالمقالب اللي عم يعملها؟ ما بقدر اعطي رأيي، بس لا كتير ثقيل، بده قتلة والله، بده قتلة من تحت الدست، يعني صبي ثقيل كمخ، بده هيك شو بيقولوا علقة بس مهضوم، بلا مهضوم بلا الله لا يعلقوا بين صبيعي. انا زمط سنة الماضي من الطيارة، زمط، والسنة تليفوناتي طبعا كانوا مسكرين ولأسباب خاصة، بقى ما قدرت كمان شو فيه، وبنصحه ما يتكمش. طب اخر حلقة لقلو. طب نيشان شارك معه ساعد، شو رأيك لتعليق توني خليفة على الموضوع؟ هلا انا ما كثير فتت فيه للموضوع، بس اكيد نيشان حكى لتوني وتوني زعل لانه ما حلوه يعني، بس هلا يمكن نيشان شارك بشكل انه بده يجيب نجوم، يعني هذا يعني بده يجيب ضيوف، عرفت، وهيدي حلقه بتنزل برمضان، يعني اكيد ما قصد الاذى نيشان يعني، بس انا الصراحه ما حكاني نيشان، انا بيعرف رقمي البرايفت وما دق لي، لا ما دق لي. طيب نادين، انت للفتره اللي هذه مضت عشتي ازمه،
اختفيت شو؟ لا كنت عم حضر ورد جوري. يعني انا قطعت، انا صار لي 4 سنين بين الطلاق، اول سنتين من الاربع سنين وتاني سنتين الحضانة، معركة الحضانة على أولادي كان شيء صعب، بس بهالوقت عملت الشقيقتين والحمد لله كان وجهه جدا خير وأخذ نسبة مشاهدة جدا عالية، وعملت ورد جوري لرمضان ومكملة. طيب نادين بدي أسألك سؤال، حسيته هيك عرس يلا هيك قول، خبريني تفاصيل قصتك انت والدكتور رائد لطوف. تفاصيل بدك؟ لا انت بتعرف علي، انا اليوم هيدي حياة خاصة، حرام يعني من العيب انه نتطرق لحياة نحن عنا اياها كانت يعني بالسر، بس طلعت للعنان. مش نحن اللي طلعناها، نحن كان متزوج هو، كان عنده مشاكل وكان عندي مشاكل والتقينا وحبينا بعض. ورفيقتك؟ من رفيقتي، انا لما شفت الصور نزلت قلت عيب يا جماعه، هيدي حياه هدول اصدقائي وكذا، مش عارف انه في صور بعد تانية حتنزل، بقى بيطرقوني الضرب ومنزلوا الصور اللي فيها خطبه وحب. هون جنات ساعتها دغري مسحتهم عن تويتر لانه خلص عرفت انه انفضحت القصه. يعني انت كنت عايشه قصه حب انت وياه، هو عنده مشاكل مع عائلته وانت عندك مشاكل مع عائلتك بالتفاصيل، يعني وقال كيف اثنين حبوا بعضهم صيف وشتي وبحر وثلج وسفر يعني، بس انه خلص خلصت يعني. وصلنا كل حدا بيقطع بظروف بحياته، كل حدا بيقطع بامور صعبه وبعدين بيقرر شو يعمل، يعني ما مشي الحال مشي الحال، قطعنا بكثير قصص كانت بشعه وكثير قصص كانت حلوه وخلص بالنهايه كل واحد راح بدربه، بس انه القصه قديمه، انما الصور تسربت مؤخرا يعني باي هدف اكيد اذى. بس انا بقول اذا ارتكبت جريمه بالحب خلينا كلنا نرتكب جرائم بالحب. انا ما قتلت طفل ولا كبيت كيماوي، نحن كلنا بالحياه كثير في مشاكل بيهايند كلوزد ورا البواب المسكره كثير، ومش كل الناس متزوجين متفقين مع بعض، ومش كلنا بنقطع بقصص، بنقطع بمحلات بظروف وبنضعف، بس ما حدا منا بينقي كيف يحب ومين يحب. بس طبعا ما كانت صديقتي، لا مستحيل، بس انا جربت لان شفت صور عاديه يعني مع بعض كيمشين ايدين بعض، بصير انه يمكن هي عم بتصور لانه صديقتي وهو صديقي وعيب، بس لما نزلت الصور الصور يعني اللي هي ما فيها شيء، بس انه خلص واضحين كانوا الخطبه وهول بقى ساعتها مسحتهم. طب عارفه مين كان ورا هالقصه؟ في حدا معين؟ يعني نحن وقفنا، ان كان انا ولا هو وقفنا البروسيد يعني التحقيقات، بعد ما بقى بهمنا نعرف مين، اللي صار صار وما انه جريمه، اللي صار ابدا هو مع عائلته مبسوط ومرتاح والحمد لله اموره بتجنن ومرته يعني كل شيء منيح عنده وانا كل شيء منيح عندي، ما كنا متوقعين، كنا فكرنا قصه وخلصت يعني، كان حرام هالسكين ناكله بعد 5-6 اشهر بعيد، نحن كنا كان شوك خلص. لما صارت هذه الضجه وهيك العالم كلها كنت عم صور ورد جوري، انا الدنيا بتهز بس ما بتقلب، كنت عم صور ورد جوري وولادي معي لليوم ورح يضلون معي، وابني حدي شاب مثل القمر عم يعمل حكيم وهيز براود اوف مي، واهلي حدي وانا ما عملت شيء بالمخفي عن اهلي وبحياتي ما بعمل. ما بدي احكي تفاصيل عن جد لانه انا ممنوع احكي، رائد ممنوع يحكي، مرته ممنوع تحكي، هذا موضوع خلص وقاضي الامور المستعجل طلع يعني مبلغ اللي بيحكي بده يتغرم، بس بما انه انا حدا حقكم علي تعرفوا اكيد مش بحياتي الخاصه، بس بما انه صارت على العلن وحقكم علي تسالوني، عم اقول لك وعن جد بكل صدق وصراحه قصه قديمه وخلصت وما لقيت ما حدا بيختار مين يحب، غلطت وقلت عنها انها هي صديقتي، بس انا كان فكرت عم بخلص الموضوع بالتي هي، تري نزلوا لي صور اقوى وبين انه لا انه في حب، بقى لا هي مانا صديقتي، هي تقربت مني من بعد وقت. طيب في ناس كثير علقت على الموضوع خصوصا انه كنت قبلها مصرحه على قصه مريم كلينك وصار علاقه مريم، شو له علاقه مريم كلينك عملت غنيه وقف لها اياها وزير الاعلام، وطبعا انا قلت له يعني وضويت لهم عليها او بتاخذ بوزيشنز بتتصور مدري كيف، انا شو عندي انا مين بده يتشبه فيي؟ هي بدها تشبه فيي؟ بدنا نروق، انا هي حياه انا بحب وبعرف حب وبنحب، ما عملت شيء بيخدش حقيقة للصور شو فيهم اصلا، بس هي صار بدها تعمل انه يي ليك هي شو صار فيها، انا ما صار فيي شيء حبيبتي، انا مره فري مطلقه وانغرمت وبس، ما بتشبهيني ولا بشبهك بشيء جامي. هي
في ناس على السوشيال ميديا ربطوا التصريح القديم والصور قولي من محبينا لأنه بتفوت لعنده كله فيك فت على كل حدا كتب عني كلمات لأول يومين وطبعا بعدين ما عاد حدا كتب زيرو فولورز زيرو بوست بس فاتيني هجموني معروف يعني أولاد بس إنه بليز فرق كتير كبير بين أنا وحدا تاني مش ما في حط الاسم حده أصلا ما بقبل لا ما بقبل honestly أنا إنساني بحب الكل بس لما توصل لاسمي وصيتي وسمعتي وكرامتي وأهلي حبيت يا جماعة مشونا بس ما عملت شيء يأذي حدا ولا طلعت بالظلط لا سمح الله ولا أبدا لا بيتي حدا مزوج عم بيطلق خلص ما بدي أحكي بالموضوع أوكي حبيبتي كل التوفيق يا نادين بتمنى لك كل خير 50 مليون مش مشكلة كرامتك ندفع 50 مليون ما عليه بدي لكم بعد نهاية هالمقابلة النارية دايما مع علي أنا معودة أنه كون كتير مرتاحة وإن شاء الله ما أكون زعجت حدا إن شاء الله ما أكون جرحت حدا أنا مني قاصدة أبدا أنا إنسانة طبيعية مثلكم بحب وبغلط وبنغرم وبعمل إشياء منيحة أنا إنسانة بالنهاية بقى بكل بقلكم يا ينعاد عليكم وعقبال كل سنة يا رب وإن شاء الله يكون إن شاء الله تكون كلها سنة خير وما نسمع بقى لا عن دم ولا عن غضب ولا عن إرهاب ولا محل وإن شاء الله البركة تعمي بيوتكم كلها وأنا فخورة مني لبنانية وأنا لبنانية للعظم إنما فخورة أيضا بالهوية الإماراتية اللي حصلت عليها لأنه صار عندي بي كتير مهم وكتير كبير مأمن لي بلد بقدر أعيش فيه ولادي وعيش مرتاحة لأنه للأسف نحن فاقدين للأمن والأمان ببلدنا وإن شاء الله يا رب يصير في أمن وأمان بيوم من الأيام Thank you.